واحدين عندهم حق التذكرة واغلبهم عندهم، لكن خايفين على المقعد بتاعهم او المكان بتاعهم في المصاطب الشعبية او الجانبية او في المقصورة الرئيسية، فما بصلي. واوع يغش الزول يقول لك والله قاعدين نوقف الصلاة الكورة ونمشي نصلي، كذابين. انا مشيت استاد الخرطوم وما مشيت قصد الخرطوم اصلا، جدا اركب المواصلات تحت البحر ولا شنو في جمال السادي، فكان في كورة هلال مريخ شغال جوا استاد الخرطوم. قلت الليلة الا اشوف بعيني عشان لما نتكلم تكلم على بينه بالدليل والبرهان. دخلت على الجامع وقت صلاة العشاء ما شفات، يعني فات له ثلاثة دقائق وقت الإقامة مش وقت الأذان، فات له ثلاثة إلى سبعة دقائق وما في بالمسجد إلا نفرين متحيرين لا تعملوا شيء، والله قاعدين متمحنين مساكين قاعدين جوا والباقيين فوق كرنج وقلق وشنو قاعدين يكون، والصلاة هنا ما في صلاة، ما في صلاة. يعني نرد على الزول اللي بيقول بصلي في المصاطب الجانبية، ده جامع تقام فيه الصلاة، مسجد ملحق بالإستاد. وكذلك إذا راكب مواصلات وماشي لأهلك، طلعت من شغلك من سوقك من دكانك ماشي لأهلك، أحيانا تلقى الحركة معطلة. ليه معطلة؟ لأنه الهلال مع المريخ لاعب، أو الهلال لاعب مع فريق برا وفاز عليه، أو المريخ لاعب مع فريق جوا أو برا وفاز عليه أو فازوا عليه، في الحالتين أنت ما بتطلع سالم. وتحضرني قصة حدثت لي أنا شخصيا، كنت ماشي من الخرطوم لأم درمان الثورة هناك على صابرين، الشباب قافلين الشارع، الركشة تجي ماشية فيها نسوان وشوفع صغار بيتلبوا فوق ظهر الركشة ينططوها كده لحد ما الدور تتقلب. الهلال كان غلب اليوم ده قبل كم شهر، قالوا الهلال غلب. العربية يقفوا قدام العربية كده بالفنايل الظهرية والبيضاء وغيرها، يقفوا قدامها يسألوا السواق هلالي ولا مريخان، إذا قال هلال يخليه مرضي، إذا كان الهلال لاعب وغلب، إذا كان المريخ لاعب وغلب هلالي ولا مريخابي، بيقفوا لك في الشارع. فوقفوا لنا في الشارع في الصينية اللي قبل صابرين دي في أم درمان، وقفوا لنا في الشارع واحد كشحنة بيجت بتاع موية مثلجة، والله جوا الحفل أنا أصبت جراء تلك الحادثة من جد بتاع موية مثلجة، أصبت من هذا الماء المثلج. فسألنا ما السبب؟ قالوا الهلال غلب. الساعة 8 كل يوم في غناء اف ام 104 وغناء 99.30، القناتين ديل في واحد بيقرا الصحف الرياضية ولد، وواحد في القناة الثانية بيقرا الصحف الرياضية بيت في القناة الثانية، الولد بيحاكي البيت، والله الولد بيحاكي البيت في أسلوبه، والبيت بتخضع بالقول خضوع عجيب، خضوع عجيب. هنجي قدامنا الكلام، فالنسوان بيجينا يخشوا الاستادات، بل يخشوا كمشجعات عاديات من بنات الجامعات، أو يخشوا الاستاد كفنانات مشجعات، فنانات تمسك الساون والمايك والاورجن وتركب في نص المشجعين في المصاطب الشعبيه او الجانبيه وتغني وترقص الجمهور كله، ترقص الجمهور كله، وده مش شوان وبنات جامعات سافرات متبرجات يجيبوها في التلفزيون قناه النيل الازرق والاحمر وغيره، يجيبوها قاعده تستضيف مجموعه من الرياضيين لابسين كرافتات، الاستاذ فلان والدكتور فلان عنده دكتوراه في الكوره، وفلان وعلان وفلان، اها والبيت ماسك القلم وماسك المايك، نفتح الان فرصه للمدرب المخضرم فلان وفلان، ماذا تقول في هذه المباراه؟ افتكر انه طبعا اللعيبه الرياضيين جنهم كده يقول لك لو طلعت عادي بتلقاه 15 دقيقه من ملخص الحلقه 45 دقيقه، لانه ما عنده موضوع يفكر في الموضوع قبل كل كلمه، ما لاحظت كده؟ قبل كل كلمة بقول افتكر انه المدرب ده لو كان دخل لاعب زي ده، بس لانه ما عنده موضوع، اصلا ما عنده موضوع، وده ما موضوع ذاته انت تمشي تحضر له دكتوراه، ولا هو موضوع انك تلبس له بدلة وكرافتة وتشغل الامة الاسلامية بنصف ساعة او ساعة ونصف من الزمان تتكلم في التلفزيون. البرنامج ده لو كان جابوا فيه عالم علم الناس ديل العقيدة، لو كان جابوا فيه عالم علم الناس التوحيد، علمهم الدين، علمهم الصلاة، يا أخي علمهم أي حاجة من الفقه والسيرة. الأمة دي ما كان انتصرت على إسرائيل؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب أما التأصيل في مسألة الرياضة، الرياضة لمن أراد أن يقوي جسده وينشط نفسه وبدنه جائزة بشروط. الشرط الأول ألا
يكون فيها تفويض لعبادات، عبادات ما تفوتك الصلاة، ما تفوتك بر الوالدين، ألا تكون شغله الشاغل أو همه الأكبر، ما تكون الرياضة همك الأكبر وشغلك الشاغل. شغال شنو؟ لاعب محترف، وين؟ في نادي الغمة، أو في كيد الوصيف ولا غيره، أو في سيد البلد أو حبيب البلد. تكون شغلك الشاغل الرياضة عن الدين وعن العبادة، فهذا محرم. لكن أنت في الحلة ساكت كل صباح بعد الصبح، صلي الصبح حاضر وقول أذكر الصباح، وتقوم تلبس لك ترين الطويل تحت الركبة خروجا من الخلاف في مسألة الفخز عورة أم ما عورة، وده خلاف كبير. لابس لك حاجة ساترة تحت الركبة، وبتجوك تريض نفسك تسبح في البحر في السباحة بالضوابط الشرعية، ما بتفوت مصالح شرعية، حتى لو بتلعب كورة في الحلة في أيام معلومة ما في وقت الصلاة، تقوي نفسك، هذا ليس بحرام. إذن نحن قاعدين نحرم الرياضة كده، نحرم الرياضة، لكن في هوس تقيم بصاحب الرياضة. ولكن مرينا بأيام الجاهلية، أنا كنت بلعب درجة أولى في الخرطوم، دوري الدرجة الأولى في فريق من الفرق في الخرطوم، وشالوني المنتخب المدرسي، لكن ما مشيت ووصلت بس تمارين وما مشيت لقدام، كان ممتحنين شهادة، وورثنا الكورة دي ورثناها من أبونا عديد، ورثناها وراثة خلاص. فأنا بتكلم الكلام ده، عارف مجتمع الكورة جوا في شنو، عشان ما بدل يقول لك والله أخي شيخكم ده بالغ ولا ما بالغته، والحاصل ما كده وكترتوه، الحاصل أعظم من كده. ولما كنا نلعب زمان كان اللعب في حدود، ما كان في لاعب بيشتروا فانيلته ب 80 مليون جنيه هنجيب. طيب أيضا دخول المغنيات، وفي مغنياتنا عندي في الجريدة، في جريدة جول بتاريخ الأحد 27/9، جريدة فنون عفوا بتاريخ الأحد 27/9، إنه فنانات، هذه المجلة، مجلة فيها صور قبيحة جدا جدا، أنا ظهرية بالقلم ما حرفع عليك، هذه الجريدة في يدي. طيب نقرأ الكلام، قال ندى القلعة تتبرع بعشرة ملايين للهلال، وإيمان لندن تشتري قميص عمر بخيت بخمسة مليون، كلام ده جابوهم، أنا ما جبت حاجة، أنا أقرأ كلام جابوهم. طيب وإيمان لندن تشتري قميص عمر بخيت بخمسة مليون، ده ما هو ذات عمر بخيت، قميص، ما هو قميص. طيب فانيلة البرنس تصل إلى 80 مليون جنيه، وبعد ما باعوها الأرباب، قال رئيس النادي تعليلات بيلغيوا الأرباب، دفع قال 80 مليون عشان يشتري ما الراس بتاع اللاعب عيسى مصطفى، ما هو شحمه، لا الفانيلة 80 مليون كاش، قالوا لا نخلي العرض لحد يوم الخميس ولا لحد كده ساري عشان يجيب زيادة من 80 مليون. واحد قال لي والله تقول قميص سيدنا يوسف. طيب